بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير دكاترة. اليوم إن شاء الله حناخده في المكزيلري بيرمننت سكند بريمولر، طبعا في مادة الدنتال أناتومي، مادة تشريح الوصفي للأسنان لطلبة سنة أولى. نبدأ دكاترة طبعا معكم الدكتور محمد الكبير، حنعطيكم باقي المنهج اللي هو في مادة الدنتال أناتومي. نبدأ دكاترة من وين وقفنا قبل العطلة، اللي هي وقفنا احنا عند المكزيلري بيرمننت فيرست بريمولر. اليوم ان شاء الله ناخذ المكزيلري بيرمننت سكند بريمولر. زي ما عرفنا دكاترة تو ديسكرايب اني توث، نتكلم على اي سن ضروري ما نبدا وي شاد تو ديسكرايب اني توث وي شاد فولو ذيس بوينت، ضروري ما نبدا بكذا نقطة اللي هو نمبر اوف ذيس توث ان ايتش كوادرنت اند وقداش عددهم في المكزيلا وفي المانديبل، السيكونس فروم ذا ميد لاين، ترتيبها من الميد لاين، اما سن تاخذ اما ترتيب تاخذ الثيرد توث الفورث توث اور الفيفث اور السيفنث توث، التايب هل تندرج المكزيلر بيرمننت سكند بريمولر هل تندرج تحت البوستيرور تيث ولا تحت الانتيرور تيث؟ حنعرف الفانكشنز لكن ضروري ما نعرف التايبس لان على ضوءها تعتمد عليها الفانكشنز. حناخذوا النمبر اوف سيرفيس، نمبر اوف روتس، نمبر اوف لوبس، والريليشن زي ما عرفنا دكاتره نقصده بالريليشن اللي هو السن اللي هي المكزيلر بيرمننت سكند بريمولر، مدايره ميزيلي كونتاكت مع منو ومدايره ديستالي كونتاكت مع منو. فنبدا دكاتره بالمكزيلر بيرمننت سكند بريمولر، اول حاجه دكاتره اكوردنج تو ذا نمبر، النمبر دكاتره عددهم 1 ان ايتش كوادرنت اند 2 ان ذا مكزيلا، 1 ان ليفت سايد اند 1 ان رايت سايد، العدد الكلي 2 مكزيلري سكند بريمولر. هذا بالنسبه للنمبر. نجود دكاتره السيكونس فروم ذا ميد لاين، ترتيبها من الميد لاين، اما سن تاخذ الفيفث توث، اتس ذا فيفث توث افتر ذا ميد لاين، عرفنا ان ذا فيرست توث سنترال انسايزرز، سكند توث لاترال انسايزرز، ثيرد توث كناين، فورث توث المكزيلر بيرمننت فيرست بريمولر. اما محاضرتنا اليوم اللي هي المكزيلر بيرمننت سكند بريمولر اللي هي تعتبر the fifth tooth after the midline. التايب دكاترة شيء طبيعي انها تندرج تحت البوستيريور تيث، على ضوء التايبس تعتمد عليها الفانكشنز، بما ان عرفنا المكزيلري بيرمننت سكند بريمولر تندرج تحت البوستيريور تيث فالفانكشن دكاترة بتدلي تيرينج اند جرايندينج للفود، لكن اكثر حاجه دكاتره جرايندينج للفود. به لو دكاتره عرفنا ان لو الانتيريور تيث حد الفانكشن بتكون مغايره، هي بتدلي انسايزنج وكاتنج للفود. هذا علاش دكاتره ضروري ما نعرف السن اللي بنتكلم عليها تندرج تحت اول حاجه تحت الانتيريور ولا تحت البوستيريور، على ضوءها الفانكشن حنعرفه لان شنو ضروري ما نعرف التايب. فالمكزيلر بيرمننت سكند بريمولر تندرج تحت البوستيرور والفانكشن، بما انها تندرج تحت البوستيرور تيث فبتدل لي اكثر حاجه اللي هو جرايندنج للفود. نمبر اوف لوبس دكاتره زي سن اللي هي تحتوي على 4 لوبس اللي هو 3 باكالي اند 1 لينجوالي اور بالاتالي. زي ما عرفنا لو انتيرور تيث حنقولوا 3 لابلي، لكن بما انها تندرج تحت البوستيرور تيث فبنقولوا 3 باكل اند 1 لينجوال. بس دكاتره في ال 3 باكلز عندنا 1 لوب اللي هو الميدل لوب بتكون ويل ديفلوبد، يعني بتكبر اكثر من الميزل والديستال لوب. شن بتطلع لي؟ بتطلع لي حاجه اسمها الباكل ريدج والباكل كاسب. فعندنا عرفنا ان العدد مدحهم 2 1 ان ايتش كوادرنت 1 ان ليفت اند 1 ان رايت سايد، السيكونس اتس ذا فيفث توث افتر ذا ميد لاين، التايب اتس ذا بوستيريور تيث، الفانكشن بديلي جرايندينج للفود بالاضافه الى التيرينج. عرفنا ان نمبر اوف لوبس اللي هو 3 باكلي اند 1 بالاتلي، بس الباكل الميدل لوب بدل لي ويل ديفلوبد بيكون لي الباكل والباكل كاس والباكل ريدج. الريليشن دكاتره بالنسبه للمكسيلري سكند بريمولر ميك كونتاكت ميزيلي وذ ذا ديستال سيرفيس اوف ذا فيرست بريمولر، هذا بالنسبه للميزل، اما من جهه الديستال بدير كونتاكت مع الميزل سيرفيس اوف ذا مكسيلري بيرمننت فيرست مولر. زي ما واضحة في السلايد.
نجو دكاترة بما أنها تندرج تحت البوستيرور تيث فالنمبر أوف سيرفس بيكون في مصطلحات بتكون مغايرة لو هي أنتيرور تيث، فبما أنها تندرج تحت البوستيرور تيث فبنقوله باكل أسبكت، علاش؟ لأنها بتكون مقابلة للباكسيناتور مصل ولا الشيك، اللينجوال أور باليتال أسبكت، ميزل والديستال، والأكلوزر أسبكت اللي هو السطح اللي بنمضغ عليه الطعام اللي هو الجرايندينج الفود. قداش عندنا روت دكاترة؟ عندنا بنسبة 85% عندنا ون روت، بينما كانت في الأبر فور دكاترة عندنا تو روت. نجو دكاترة للباكل أسبكت، خلاص تكلمنا اخذنا انتروداكشن بسيطه على الابر 5. نجو دكاتره قبل ما نبدا بالباكل اسبكت ناخذ دكاتره نمبرينج اوف ذيس توث اللي هو نمبرينج سيستم اكوردنج تو ذا دكاتره اكوردنج تو ذا يونيفرسال نمبرينج سيستم اللي هي الماكسيلري سكند بريمولار تاخذ سلاش 4 اند سلاش 13. اما بالنسبه للبالمر نمبرنج سيستم حتاخذ ال5 وال5 بس واحده ليفت سايد وواحده رايت سايد. بالنسبه قعدتنا اخر نمبر اللي هو تو ديجيت سيستم ولا الانترناشونال نمبرنج سيستم حتاخذ دكاتره اللي هو 1 5 اند 2 5. نجو دكاترة للجيومتريكال اوتلاين اوف ذا كراون فروم ذا باكل اسبكت زي سيميلر تو ذا فيرست بريمولر. لما نقول سيميلر شو بتكون شكلها؟ ترابوزويد ان شيب، شورت سايد سيرفايكلي، لونج سايد اوكلوزلي. ذا باكل كاسب از ليس بوينتد اند شورتر، بتكون الباكل كاسب والباكل ريدج بتكون يعني اقل بروزا من الابر فور من السن اللي قبلها. لكن شنو نخليها بارزة؟ عرفنا ان الميدل لوب دارت ويل ديفلوبت ذان ذا ميزل والديستال لوب، طلعت لي باكل كاسب والباكل ريدج، لكن مع هذا بتكون ليس بوينتد وليس ديفلوبت ذان ذا ابر فور. بنجو دكاترة للميزل سلوب، الميزل سلوب بتكون شورتر ذان ذا ديستال سلوب، عرفنا ان القاعدة الوحيدة القاعدة الشاذة في السن الوحيدة اللي بتكون فيها الميزل سلوب أطول از ذا لونجر ذان ذا ديستال سلوب وين؟ في المكزيلري بيرمننت فيرست بريمولر. باقي كل الأسنان دكاترة الميزل سلوب از شورتر ذان ذا ديستال سلوب. نجو دكاترة للنقطة الثالثة اللي هي متعلقة بالباكل اسبكت اللي هو الباكل ريدج از ذا ليس بروميننت. الباكل ريدج اللي هي ناتجة من ويل ديفلوبد اوف ذا ميدل لوب بتكون شني صح بارزة لكن ليس ديفلوبد ولا ليس بروميننت ذان ذا ابر فور. هذه الصورة توضح الديفرنس بتوين ذا ابر فور اند ابر فايف. نجو دكاترة قاعدين دكاترة في الفيشل اسبكت اللي هو سبيشال الباكل اسبكت اللي هو زي ما قلنا الميزل سلوب از شورتر ذان ذا ديستال سلوب، الميزل كونتاكت اريا بتكون في الاكلوزال ثيرد بينما في الديستال كونتاكت اريا بتكون مور سيرفايكلي، بالشيء طبيعي بش تكون شني بش تطلع الديستال سلوب اطول من الميزل سلوب. السيرفايكل لاين بتكون ليس كيرف ذان ذا ابر فور. ليس بروميننت باكل ريدج والباكل كيس كاسب بتكون الفرق ما بينها بيقول لك انه في الابر 5 اللي هو الوايدر سيرفايكل بورشن بينما في الابر 4 بتكون نارو سيرفايكل بورشن. لونجر روت بالنسبه للابر 5 ولو قرناها بالابر 4 بتكون لونجر اما الابر 4 بتكون شورت روت. نجو دكاتره للينجوال اسبكت اوف ذا ابر 5، اللينجوال اسبكت از ذا لونجر ذان ذا ابر 4 لكن نفس الشيء نفس الجيومتريكال اوتلاين اوف ذا كراون شن بيكون؟ ترابوزويد ان شيب، شورت سايد سيرفايكالي، لونج سايد اوكلوزالي. الاختلاف الثاني اللي هو بتكون الكونفرجنس بتكون ليس كونفرجنس، والاختلاف الثالث اللي هو الباكل اند لينجوال كاسب ار نيرلي ايكوال بينما كانت في الماكسيلري بيرمننت فيرست بريمولر لا الباكل كاسب اطول من الباليتال كاسب بواحد مليمتر. لا هنا في الابر بيرمننت سكند بريمولر بتكون الباكل واللينجوال كاسبس ار نيرلي ايكوال يعني شبه على نفس المستوى شبه نفس الطول. هذا من جهه اللينجوال اسبكت بالنسبه للابر 5. شفتوا دكاتره الفرق ما بين الابر 5 والابر 4، الابر 4 عرفنا ان اللينجوال كاسب اقصر من الباكل كاسب ب 1 ملم، اما الابر 5 اللي هي الماكسيلري بيرمننت سكند بريمولر اللي الباليتال كاسب والباكل كاسب نيرلي تو ايتش اذر في الهايت في الطول.
نجودك خلاص تكلمنا على الباكل اسبكت وعلى اللينجوال اور باليتال اسبكت. نجودك كاترا للميز الاسبكت اللي هو الاسبكت ويتش ذا نير تو ذا ميد لاين. خير الميز الاسبكت بتاع الابر 5 الجينوميتيكال اوت لاين بتكون ترابيزويد. بس نسكت هنا ترابيزويد بس لا ترابيزويد بات ريفرس ان مانر، يعني شورت سايد سيرفا اوكلوزالي ولونج سايد سيرفايكال. وحناخذها علاش من حكمه الله عز وجل خلى الاوكلوز الاسبكت شورت والسيرفايكال لاين بتكون البرود بتكون جهه السيرفايكال. علاش حناخذها في الجيومتريكال اوت لاين اوف ذا كراون. فالجيومتريكال اوت لاين اوف ذا كراون بتكون شكلها ترابيزويد بات ريفرس ان مانر. شو معناها؟ معناها شورت سايد اوكلوزالي لونج سايد سيرفايكالي. شيء طبيعي لما نشد السن من جهه الميز الاسبكت بيبان علينا الباكل اوت لاين واللينجوال اوت لاين. بيقول لك ان سلايتلي كونفكس سواء الباكل ولا اللينجوال، ومن جهه الباكل اوت لاين بيكون كونفكس والكونفكسيتي جهه السيرفايكال ثيرد لوجود السيرفايكال ثيرد. اما اللينجوال بتكون سلايتلي كونفكس واكثر كونفكسيتي في الميدل ثيرد. وهنا بيبانوا الكاسبس اكثر لما الباكل كاسب واللينجوال اور باليتال كاسب بيكونوا شني شبه في نفس المستوى، وبيكون فيه greater distance between the cusps، يعني فيه يعني مسافه كبيره ما بين الباكل كاسب والباليتال كاسب. قاعدين دكاتره في الميز الاسبكت شنو يمتاز ثاني في الميز الاسبكت؟ شنو نشوفه ثاني؟ حنشوفه شالو ديفلوبمنتال ديبريشن على الروت، طبعا زي ما عارفين سنجل روت وينتهي ببلانت ابيكس. ما عندناش دكاتره نو ميزولينجوال ديفلوبمنتال جروف اللي هو يخترق ميز المارجنال ريدج بالنسبه للابر فور، هنا ما عندناش. هذا هو دكاتره بالنسبه للميز الاسبكت اللي هو اخر حاجه قاعده الكونتاكتيري از برود. وعرفنا الكونتاكتيري بتكون مور كلوزلي والسيرفايكال لاين بتكون كونكيف وبتكون في الجهه الروت وايز. هيك كمان من الميز الاسبكت نجو للديستال اسبكت بتاع الماكسيلري 5 اللي هي سيميلر تو ذا ميز الاسبكت. لما نقول سيميلر تو ذا ميز الاسبكت شايب الطبيعي بتكون ترابيزويد ان شيب بوت ريفرس ان مانر شورت سايد اوكلوزالي ولونج سايد سيرفايكالي. الديستال كونتاكت اريا از وايدر اند مور سيرفايكالي بتكون اعرض من الميز الاسبكت. الديستال مارجنال ريدج بتكون مور سيرفايكلي. شيء طبيعي لما تكون مور سيرفايكلي بتعطينا اصلا حتى الديستال سلوب بتكون اطول. يعني تخيلوا انت الديستال مارجنال ريدج ولا الديستال كونتاكتير بتكون دكاتره مور اوكلوزالي، فشيء بالطبيعي بتكون الديستال سلوب بتكون شورت. لكن احنا قلنا كل الاسنان الديستال سلوب بتكون اطول من الميز سلوب، فشيء طبيعي بتكون الديستال كونتاكتير بتكون مور سيرفايكلي. وهنا دكاتره في الروت بتكون ديبر ديفلوبمنتال ديبريشن، بينما كانت اللي قبلها اللي هي الميز الاسبكت شالو ديفلوبمنتال ديبريشن على الميز الاسبكت بتاع الروت. هيك كملنا دكاتره من الميز والديستال اسبكت بتاع المكزيلر بيرمننت سكند بريمولر. نجو دكاتره للاكلوزال اسبكت بتاع الابر 5 الجيومتريكال اوت لاين اوف ذا كراون بتكون اوفل ان اور راوند ان شيب، بحيث ان شني اللاين انجل كلها بتكون راوندد، عكس الابر فور بتكون هيكساجونال الزوايا بتكون في زوايا يعني في انجل، اما هنا بتكون شني اوبتيوز عكس الابر فور. الجيومتريكال اوت لاين خلاص قلنا انها هي اوفل اور راوند ان شيب. لما نمسك السن من جهه الاكلوزال اسبكت بيبان علينا السيرفس اناتومي اللي هم الاليفيشنز والديبريشنز. بنبدا بالاليفيشنز دكاتره اللي هم الكاسبس بوث ات ذا سيم سايز وذ وايد ديستانس ان بتوين، اللي هم الباكل كاسب واللينجوال كاسب والروباليتال كاسب بيكونوا شبه في نفس المستوى وبيكونوا بعاد على بعض. في اليفيشن ثانيه من الاكلوزال اسبكت هم المارجنال ريدجز سواء ديستال مارجنال ريدج ولا الميز المارجنال ريدج، لكن هنا يمتازوا ان ثيكر وسترونج. بلما يبدو دكاتره ثيكر سواء ميزي المارجنال ريدج والديستال مارجنال ريدج يبدو ثيكر، فشيء طبيعي بينقص لي السنترال ديفلوبمنتال جروف ولا الاكلوزال تابل بيقصره لي. فمن الحاجات اللي بيقصرها لي اللي هو شورت سنترال جروف ناتج من شنو؟ من الثيك ميز المارجنال ريدج والثيك ديستال مارجنال ريدج اعطاني سنترال جروف بيكون شورت. With the multiple dacatra with the multiple supplemental groove يعني grooves يعني متفرعة من ال central groove.
باه فيه شوف الدكاتره قاعدين احنا بدينا في الدبريشنز اللي هو السنترال ديفلوبمنتال جروب بيكون شورت بالاضافه الى سبليمنتال جروفز. فيه ديبريشنز ثانيه فيه اللي هو ترينجلر فوساي اللي هو الميزل ترينجلر فوسا والديستال ترينجلر فوسا. اخر بس الديستال ترينجلر فوسا از لارجر اند ديبر ذان ذا ميزل ترينجلر فوسا. هنا دكاترة الشورت سبليمنتال جروف ومع السب شورت سوري سنترال ديفلوبمنتال جروف مع المالتيبل سبليمنتال جروف بتعطيني شكل الاوكلوزال اسبكت رينكلد ابييرنس يعني كان متعرج. فخلاص هذا هو الاوكلوزال اسبكت اوفل اور راوند ان شيب وايد باكولينجوالي بتكون الميزوديستال بتكون ليس then the baculingually في الـ في الثيكنس شورت سنترال ديفلوبمنتال جروف عرفنا ان سببها اللي هو الثيك ميزال مارجن ريدج والثيك ديستال مارجن ريدج ومالتيبل سبليمنتال جروف تعطيني شكل الاوكلوزال اسبكت رينكلد ابييرنس. هذا بالنسبه لدكاتره للماكسيلري سكند بريمولر. طبعا دكاتره مش لازم نقول الماكسيلري بيرمننت سكند بريمولر، شيء طبيعي ان البريمولرز موجوده في البيرمنتيث فنقدر نقول المجزيلي ريبيرمنت سكند بريمولر ونقدر نقول مجزيلي سكند بريمولر من غير كلمه البيرمنت لان البريمولرز موجوده في البيرمنت تيث. موافقين دكاتره؟